السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا توجه برنامج أرض السواد ومن جديد إلى جنوب بغداد وبالتحديد إلى اللطيفية. تقريبا قبل شهر صورنا حلقة في هذه المنطقة أو في هذه الناحية، ناحية اللطيفية. بعد تصويرنا بيومين رجعت المياه إلى أهالي اللطيفية وإلى الفلاحين، بعدها بأيام قليلة أيضاً المياه ما وصلت. فاليوم ارتأى كادر برنامج أرض السواد أنه يذهب إلى مصدر المياه اللي تغذي ناحية اللطيفية. إحنا الآن في مشروع مياه اللطيفية الرئيسي اللي يوزع على القرى وعلى الفلاحين وعلى مزارعهم وعايشين عليه لمدة سنوات كثيرة وكبيرة جداً. ليش بعض المناطق ما توصل لها المياه؟ فرضاً إنه هذا المشروع اللي قاعد نشاهده هو المشروع الرئيسي اللي يوزع على عدد من المناطق اللي موجودة أو المحاذية لهذا المشروع. أحد هذه اليوم القنوات المائية اللي تنقل المي ما يوصلها ويكون قليل جداً. أحبة المشاهدين، راح أخذكم على تجربة نشاهد بعض هذه القنوات اللي للأسف المياه توصل بيها بمساحة أو بكميات قليلة جداً ما توصل إلى العالم، وقاعد متأثرة بها الثروة الحيوانية ومتأثرة زراعتهم بشكل كبير جداً. هذا القناة الفرعية اللي تأخذ من القناة الرئيسية عدد من مئات الأمتار وبعد أكثر ما توصل. يطالبون بموضوع مضخات، والمضخات ما توصل من وزارة الموارد المائية أو إدارة الري اللي موجودة في هذه الناحية. يطالبون بحلول ولكن للأسف الحلول غائبة. راح نلتقي مع الفلاحين والمزارعين لعرض شكواهم وكل معاناتهم وطلباتهم، يا رب إن شاء الله بأسرع وقت توصل إلى المسؤول. إن شاء الله يا رب حلقة توصل بكل معاناتها وبكل طلباتها بأسرع وقت. ابقوا ويانا. طبعا نرحب بك ابو فهد. ابو فهد احد اليوم الأعيان في هذه المنطقة أو ناحية اللطيفية عموما. إن شاء الله بخير أبو فهد. الله يسلمك بعد روح. الله يخليك أبو فهد. قبل أكثر من شهر جينا هنا صورنا، ولما خلصنا الحلقة وانعرضت الحلقة بعد يومين رجع المي، ولكن هم بعد أيام أو أقل حسب ما نسمع ساعتين ظل 3 ساعات والمي انقطع على المناطق اللي موجودة بهذه الجهة. إحنا اليوم أمام الرئيسي، والتأكيد اليوم أهل مكة أدرى بشعابها وتعرف الصغيرة والكبيرة اللي قاعدة تصير بموضوعة المياه في ناحية اللطيفية. إذا هذا الرئيس بيمي، ليش ما قاعد يوصل للعوائل وللقرى وللفلاحين؟ أولاً أستاذ، هذا المي الكمية مالته قليلة، لأن كانوا ينطونا 22 عهد النظام البائد. شنو 22؟ 22 متر مكعب الثاني. أي مو إضافة بعدين قطعوها خلوها 18، وهسه خلوها 5 أمتار. 5 أمتار ناحية اللطيفية حدودها من الفرات إلى مطار الصويرة. هذه المنطقة 5 أمتار تغذي هاي بالكامل من مطار للفرات للمطار مال الصويرة. العالم الآن كل حلالها موت. صحيح.
زراعة بالكامل ماكو، الثروة الحيوانية بالكامل ما توجد بالعراق للأسف الشديد. زين أبو فهد، يعني قبل 2003 كان 22 متر مكعب بالثانية يدخل هاي المنطقة. نعم. شو وقت قل 18؟ قل 18 بهاي السنين الأخيرة. وهسه خمسة؟ وهسه 5 أمتار. والخمس أمتار طوها فقط شرب ليس للزراعة. والشرب ما تصل لأن أكو ناس مستدرة، أكو تجاوزات. إحنا ما نذكر الأسماء للتجاوز لأن هذا عطشان وعايش على الله والزراعة. ما عنده وسيلة يعيش بها غير الزراعة. زين أنت لا نهيت الزراعة ونهيت الثروة الحيوانية، شلون يعيش هذا المواطن؟ بيش يعيش؟ يعني هم مخصصين 5 متر مكعب بالثانية للمياه للشرب. للشرب فقط للشرب، يعني مو للزراعة. زين ما فكر شلون إنه هذه المنطقة هي منطقة زراعية أصلاً؟ منطقة زراعية بالكامل. أنت هسه بسدر النهر روح شوف البزايز لا تلقى عود زرع واحد. أنا معتر لك، أنا مسؤول عن كلامي، عود واحد. ناس حفرت براين، أكو ناس نجحت عند هالبراينة بير توازي للزراعة. للزراعة ومالح يزرع فقط عليها اللي جت للحيوانات فقط. أها. يعني إذا بقى المناطق البزاز ما وصل لها مي، حفرة وبيار حسب بعد حظ الفلاح. حظ الفلاح. إذا طلع مي ها يقدر يزرع فقط بسجت. بسجت. للثروة الحيوانية. فقط هاي. لا خضار، لا باذنجان، لا طماطم. ماكو، والحلال ما يشربه. الحلال يجيبون له بالسيارات. عشت ايش؟ عيشة الفلاح شنو؟ عشت ايش هسه؟ احنا نطلب من الدولة، نطلب اولا منكم اذاعتكم الموقرة. ربي يخليك، احنا نوصل كلامكم. توصلون كلامنا للسيد الوزير ابو الموارد المائية. شوف هاي المنطقة اللي كانوا يسمونها سلة بغداد بالفاكهة والمواد الغذائية. صحيح. مو صحيح. الان صحراء. الثروة الحيوانية ماكو. الزراعة ماكو. زي العالم شلون تعيش؟ شلون تعيش العالم؟ مشكلة. إذا راح تصير مشاكل. شنو أريد المشاكل؟ شنو نوعية المشاكل؟ أنا اسماء بالمحافظات الجنوبية أهن. تصير بين العشائر. تصير بين العشائر، احنا هنا المناطق اللطيفية وقضاء المحمودية وناحية اليوسفية وناحية اللطيفية وناحية القصر الأوسط. بالكامل مناطق متحضرة مثقفة دارسة واصلة مع كل احترامي والجلالة والإكرام لكل المناطق والمحافظات العراقية الباقية. المشاكل غنين عنها، أكو بيناتنا تفاهم طبعا، مو ولذلك تلقى المشاكل باللطيفية ما لها وجود الحمد لله، وحتى لا تكون مشاكل تصير بسيطة وهل يلزمونها تنحل بيومها. ما تصير عندنا نزاعات عشائريه مثل ما تصير بالمحافظات. زين اليوم انت تعتبر توزيع المياه لا سامح الله، لا سامح الله حيصير فتنه اذا ظلت مناطق عندها ومناطق ما عندها؟ طبعا شيء اكيد فتنه، وجاي يصير مشاكل عندنا من وراء المي. يصير مشاكل ويصير حكي ويصير حكي لا ما مقبول ولا ارادي ولا نقبله على ولدنا ونتحمل ونسكت. وهسه تمشون للبزايز وشوفوا البزايز لا بيها زرع او بيها ما يصلها الحلالها ابدا، خلاص ماكو. زين حلال عندنا نعمه، عندنا حلال موت. يعني هسه هاي مناطق الصدر نسميها هسه احنا، هذا الصدر. هاني هسه احنا واقفين على صدر المياه على قناه ستة هاي واقفين على صدرها، وهاي المناطق اكثر عشائرها هم قبيله الغرير وقبيله الجنابين. نعم. والعشائر الاخرى على الراس ما ذكرت اسمها على الراس. احنا نطلب من عندكم ونطلب من السيد الوزير موارد المائيه ونطلب من مدير الري ونطلب من مدير المائيه. اهالي مناطق البزايز، عين هذا الشعب، اهالي مناطق البزايز يقولون المي هنا اللي يعبر شويه بعد. نعم. يصعد اكثر من ذاك على هذا الخط اكثر من نص. يلا يجينا بالضبط. زين عندهم فكره المضخات، ليش ما يسووها؟ المضخات لازم يزيدون المي الرئيسي. المي لو صعد يصعد كل النهران، لان اكو نهران غير هذا عاليه، مو بس هذا.
أنا ما أحكي لك بس عن نفسي، هذا النهر مالتي وأحكي لك بس عن نفسي. أنا أحكي لك إحنا إخوان من الصدر للبزايز، أكو إخوان هم حالهم حالنا ما يصعدهم مي إلا يحط له مضخة هنا يلا يعبر حالهم من حال. زين تقول أكو بعض التجاوز، شنو أشكال التجاوزات على الرئيسي؟ شلون شو يسوون مثلاً؟ على الرئيسي ماكو تجاوزات، التجاوزات دائماً بالفرعية. الرئيسي ماكو؟ ماكو. أكو لجنة دائماً تفتر تشيل التجاوزات هذا المواضيع؟ لجنة تفتر بس ماكو ردع. أنا من ألقى فلان من الناس متجاوز وأرد ردع قوي مو يصير كعل الآخرين. قبل المدراء الري عندهم صفة قضائية. نعم. وأكو ردع قوي وقرامة. هسه ماكو. يجي شرطي لا يديله إلا بال، يجي مدير ري لا يديله إلا بال، يجي مدير ناحية إي صار وهاي ونظم ومشى ورد وبس مشى كسره. زين أبو فهد شوي أرد أرجع وياك بالتاريخ. من كان المي 22 متر مكعب؟ نعم. بالثانية يدخل. اللطيفية كانت كلها مزروعة؟ كل اللطيفية مزروعة بالكامل، وعندنا زيادة بالمي يعني. أها. نعم، عندنا زيادة ويذبونه بالبزو. إيش قد تكفيكم بوجهة نظرك؟ 15، 10؟ لا يتكفينا 18. 18 متر مكعب؟ إي. 18 متر مكعب يكفينا. يعني تقريباً ثلاث أضعاف هذا العدد. نعم، يصير تقريباً جو الشبر. هاي مشكلة يعني اليوم تصريحات وزارة الموارد المائية 18 متر تكفينا مي. يعني اليوم وزارة الموارد المائية تستخدم الخزين الميت بالثرثار، من المستحيل تطيها هاي كمية. ما تطيها. ليش الفلاح ما يعتمد على تقنيات؟ زين ليش المحافظات الجنوبية بيها مي واللطيفية واليوسفية والمحمودية ما بهن مي؟ ليش المناطق الجنوبية حتى شلب زارعين؟ حجي إذا هي ليش؟ حتى البصرة المي ما يوصل لها. بصرة ما يوصلها مي. العديد هاي المناطق الجنوبية. مو ميسان ذاك اليوم طلعوا تظاهرات ما قاعد يوصل لها، هي مشكلة على العراق كله صراحة. بس اليوم المشكلة نشاهد إذا اليوم جنوب بغداد ما بيه مي، لعد بالبصرة شو حيوصل لها؟ اللسان الملحي وغيره وغيره. والله استاذ الأهوار انتهت. استاذ مي خلاص ماكو. والحكي كثير واحنا ما نريد نغث لنا واحد بالكلام. ليش الفلاح ما اعتمد على تقنيات الري الحديث؟ بالتنقيط بالتقطير. وزير الموارد يقول اذا نستخدم كل الفلاحين يستخدمون تقنيات الري الحديث يقول الكميات اللي عندنا الموجوده تكفي وزايد. ما يدعم الفلاح بعد؟ هو وزير موارد. الوزير ما يدعم الفلاح. وزير الزراعه لازم. وزير الزراعه ما يدعم الفلاح. وين جمعياتكم الفلاحيه؟ وزير الزراعه يدعم الفلاح 5 كيلوات كيمياوي للدونم اللي هو يريد الدونم بالموسم اقل شيء 50 يعطيه 5 كيلوات وهذا دعم الوزير؟ صح. وينك وينك وهيجي؟ هم ما يدعمون الفلاح، هو الوزير نفسه ما يدعم الفلاح. هو جاي يغث الفلاح، انتم شعبكم، هذا شعبكم، انت اب مسؤول عنه. مثل الاب المسؤول عن عائلته. يعني انا عائلتي اجوع واحد واشبع واحد؟ لا لو بالتساوي. طبعا بالتساوي. انا فلاح. اشتغل فلاح، انا عيشتي على الفلاحة، انا اخلي ابني يشتغل عامل ويروح عسكري، ما اخليه لا يروح عسكري ولا اخليه على الفلاح، اخلي العسكري والعامل لابن المدينة. لابن المدينة في سبيل يعيش. صحيح. مو اخليه انا اخلي ابني يروح للمدينة للولاية. صحيح. وهذه الاخطاء جاي ترتكبها الدولة. ابو فهد كل التحية والشكر لك، وبدينا وياك حلقتنا بهذا المكان. أشكرك. وراح ندخل جو البزايز ونشوف المصايب. كل الله الشكر الله يحفظك. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يحفظك. Thank you.
طبعا نرحب بيك ابو علي، ان شاء الله يا رب تكون بخير. الله يسلمك واشكرك واشكر هالقناه الطيبه ورحم الله والديكم، ممنون لكم. هاي مو اول لقاء، هذا ثاني لقاء تجونا ونشكي هاي المعاناه مالتنا، وانتم جاي تشوفون بعينكم، هذا التصوير قدامكم، هاي الحاله قدامكم. سوينا وياك لقاء سابق. صحيح. ورا كم يوم اجاكم المي ورا اللقاء؟ كان اكو تجاوز. اي. ورا يومين تقريبا صار تحجيم حجمه مره ثانيه من مدير الري. نعم. اجونا حجموا واجت ميه وردت ماكو فايده، حجموا ولكن خلوا مكانها هم صوندات نفس الحالة. يعني اجاكم ايش قد استمر هنا؟ وصل هنا مي؟ وصل مي بس ما استمر هواي، حسبت يومين ثلاثه بالزايد، مو مستمر يوم كامل، مقطع. زين، ما اعرف كهرباء تطفي ويقل المي. هاي شي لازم كل يومين تجيكم قناه على مود يطون المي؟ شو نسوي؟ لا هي ماكو قناه، بس انتم ذكرتونا. وين اكو قناه؟ بخدمتكم. ها؟ بخدمتكم. خادم ربك رحم الله والديك. الله يخليك. ممنون لك. ابو علي. أين؟ يعني حتى العالم يشوف سوينا لقاء، خاصه برنامجنا، واحد يسوي لقاء يم النخلات، يم الزرع الزين، يم الحنطات، احنا سوينا بهاي القاع، بهذا النهر. شنو هذا النهر يعني؟ وين بس ظل تسميه اسم نهر؟ بس اسم نهر. هذا كم سنه صار لهيج بكل صيف؟ صار له سنتين. سنتين؟ سنتين، ولا كان قبل المي خير من الله. غرقاني مرتاحين، لا الباري، لا يعني لا طلايب لا مشاكل، ولكن هسه نعاني من شغله مشاكل وطلايب على هالمي هذا. يا ريت يا والله لو يقطعونه هنا نخلص. لان دي يصير فتنه. اي. هم دا يعطون هسه هذا المي فتنه. دا هم سادين المي فد مره حتى واحد يأيس. اي. مو؟ ولا هم مثل ما اعطينا مي وساد حاجتنا. مشكلة. مشكلة. صارت مشاكل؟ هسه احنا صورنا من السدور وشفتوا السدر. رحنا اي للصدر. مو؟ وهسه احنا بالبزايز. هاي نهاية الرواي. هذه نهاية الرواي. نهاية الرواي وهاي قناة ستة. زين يعني حتى صار بي انقاذ. اي هاي احنا كريناه قبل خمس اشهر. شنو الفائده تكريم مي؟ اي كريناه نظفناه، تأملنا يجينا المي. قلنا بركة الله يجي المي. حتى من تروح يا تطالب على المي هم يقول لك عم انت طالب مي وروايك مو نظيف، يجيك روايك نظفه. هسه نظفنا الروايه وانتظر يجي المي، حتى ما يشرب ما عندنا. احنا اليوم جبنا بالسياره ولو ملحق انتم جايين شان صورناه بالسياره شفنا. زين والله السيارات والله البارحه بالثنتين بالليل انا بارع على المي هذا، وشفت المسافه مال بيتنا بالثنتين بالليل انا طالع ادور مي، اقسم لك بالله ماكو مي، اقسم لك بالله. يدورون واليوم جابونا بالسياره، جابونا مي نقلوه. زين رساله ما عندنا، ما توصلنا. واحنا ذيك مره مسوينا لقاء وياكم وقلنا زين ماكو لحد الان لا صيانه عليها لا متابعه. زين شنو المشكله؟ مشكله مي ماكو؟ لو اداره نقول إدارة أخطأت في توزيع المياه، حتى ما نقول فاشلة ويزعلون. لا احنا ما نقول فاشلة. من هسا نسأل ونقول، نقول مي ماكو. تسمع الحكي يقول مي عام ماكو مي. مو خاصة بس إن. هذا الصدر مو بي؟ صدر بي. غير يوصل لكم. هسا عندك أنت اللطيفية، الوسفية، المحمودية، مو؟ يعني ماكو مي، بزايز. أما الصدور لا والله عندها مي. هسه احنا من الرواد ترك للفرات هذيك العالم عتها مي تسقي. زين هاي شو اثرت على حياتكم؟ اثرت على رزقكم، على اقتصادياتكم؟ يعني هاي مشكله. اكيد اخوي. شباب ايش يشتغلون اذا زراعه ماكو؟ اكيد هسه احنا شبابنا ناس تطلع عماله وناس قاعده، وين تروح؟ زين هذا هو فلاح وشهاده ما عنده، وهو فلاح ابن فلاح وعايش اجداده كلهم على الفلح. يعني قليلين اللي تخرجوا، قليلين جدا، اكثريتهم سادس مو وبطل وقعد. ما وين يروح؟ ما عنده مهنه. شلون انت عائلتك شلون عايش ابو علي؟ انا عندي خمس نفرات. انا الحمد لله خير. قول خير يجي الخير. زين؟ بس اكو ناس اصلا ما عندهم. اكو ناس ما اتعمي. زين؟ يعني اليوم انا عندي سياره عايش بيها. اليوم بدنا نحكي على مصيبه، يعني اليوم كارثه. اكو ناس هاجرت الريف وراحت؟ اكو. وين راحوا قعدوا؟ راحوا المدينه. أجروا.
أجروا بعد ما كان هو ملاش وعد ديوان، بينما كان فلاح ومثل ما تقول، وقال والله يا أبو علي ما أقدر أنا أعيش، أنا مثل ما تقول أنا طير ريفي. صحيح. مو طير بالمدينة ما أقدر أعيش، أنا بالمدينة ولكن جبرت، ماكو لا كهرباء زينة يعني تجيني، لا مي، لا إسالة، لا تبليط. زين. نوب حتى من تريدون تجيبون ماي تبليط ماكو. إيه. هسه مدرسة عندنا مدرسة صار لها يمكن 5 سنين أو 4 سنين، ذاك اليوم يلا تمت الموافقة مالتها. ولحد الان عود انتظر على 2024 يعني او 23 يلا تبدي. فوق المي ماكو، زراعه تعبانه، الخدمات الباقيه ماكو والله. صدق اكو ناس جاها تبليط واكو ناس ما عندها. مو كل سنه خاصه اللطيفيه والجنوب بغداد دائما ترشح لها نواب هوايش، عجب وينهم؟ والله النواب على مثل ما تقول ابن عمي على قد مصلحته، من جانا من يصير انتخابات الله وكيلك هالسيارات هاي يومية راح أرد. السلام عليكم أخوي مو تنسانه، ابشر بك خير وتدلل وتردون إجراركم. زين يابا لا تحسبها وحدة بوحدة، هسه أنت ما فزت بالانتخابات، مو احنا علينا مشينا جينا انتخبناك، ولكن أنت ما فزت، أنت وينك؟ احنا ردنا الجميل اللي سويناك إياه وينه؟ مو تجي الأيام. زين بس الله موجود عمي، احنا ما نريد من بنادم، نريد من الله. زين ونريد من وزير المواد المائيه انه ينتبه على هالعالم هاي، من اخذ هاي الوزاره مال المواد المائيه الاستاذ مهدي رشيد الحمداني. الاستاذ مهدي رشيد الحمداني يريده ينتبه لنا لهالعالم هاي ما اعتمد. خل اقول لك على الموضوع. ايه؟ اخر لقاء له تكلم بحقيقه بعصبيه وبضغط كبير جدا، وتكلم اتجاه وزاره الزراعه. ايه؟ قال وزارة الزراعة لأن معتمدة على تقنيات الري القديمة وبالسيح هي السبب بهدر المياه. ايش عجب فلاحين ما اتجهوا الى تقنيات الري الحديث، جماعه التنقيط والرش وهاي الامور؟ ليش الفلاح ما يزرع هيك؟ ليش بعد على اجدادنا يزرعون موضوع السيح؟ هي الدوله دعمتنا، مو اكو مصرف زراعي، كيمياوي اعطتنا، مكاين زراعه اعطتنا، اليات اعطت الفلاح، شو اعطت الفلاح عمي؟ يعني هسه يعني جماعه الري وغير الري هسه لو انقطع راتب من عنده شهر شهرين ما يسوي له رجه. زين عين على الفلاح، هذا الفلاح اذا قطع الفلاح ما زرع، ايش ياكل المواطن الاحضري والعربي عام؟ يقول لك نستورد. ها نستورد؟ يستورد. إيه هم يريدون نبيع نفطاتنا ونستورد. كم سنه ظل مستورد لحد ما تخلص النفطات، يصير العراق يتحول الى صحراء. مثل المي ما خزوه الدوله، ما خزنت المي وراح مينا كله. ها للبحر، وراح للبحر وغير البحر، وما حد حفظت المي، وهسه قمنا يا حيف وين المي؟ فاحنا هم الزرع هم راحت الزراعه، ونصير بالمدينه نروح ما نقدر عم نعيش بالمدينه. ما نقدر، حقيقه ما نقدر نعيش بالمدينه. مسؤولين الري بالمناطق. ابو الري جاي يسمعني، هسه ابو الري ابو اللطيفيه وابو المحموديه ابو الوسفيه، هسه هذا مو كل وقتهم ما احكيك على ابو، بس وينهم؟ خلي يطلعوا لنا عمي، خلي بس نريد نفتيهم شغله المي، مثل ما تقول قم فتح مي ماكو اختفى، وين المي؟ وين ما يراح؟ ليش؟ مصيبة. هاي اليوم احنا على نهر يا اخي، العام الفرات متروس مي، والنهران مترسه مي، والبزون مترسه مي. يعني هسه الحاله هاي ليش؟ هاي خاصة الموسم هذا الصيف مي ماكو ليش؟ خلي يطلع لنا بالري، خلي يقول لنا عمي ترى المضخات عاطلة، ترى المضخات ما حدا خلينا نشغلهن، اريد افتهم من عنده بالري. خوش؟ ابو الري ابو اللطيفية. استاذ انور الحويس الجنابي خلي يطلع لنا يقول عمي ترى اريد نفتهم من عنده. يا ابو اللطيفية حصتكم انتم منين مسدود المي؟ عندكم رقم الاستاذ انور؟ عندي رقم استاذ انور. يا استاذ انور مدير الري اللطيفية، طلعنا على اللطيفية شو منا هو مدير الري اللطيفية، يقول هو الدولة مدعو ببرنامج ارض السواد بالاستوديو على مود نوضح كل هذه الحقائق للناس. يجوز انت اليوم ناس مجبورين على عمل اكبر من طاقتكم، ممكن طلبات العالم اكبر من طاقتكم، ممكن صدق مي ماكو من المصدر، ولكن العالم اليوم قاعد تشتكي، العالم اليوم واصل الى مرحله الياس، اليوم واصل الى مرحله انه ممكن يتركون، ممكن يهاجرون الزراعه. انا هذه المنطقه صورتها تقريبا قبل سنه ونص، يعني خاصه جنوب بغداد ما كانت بهذا السوء، سنه بعد سنه قاعده تقل 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 الى ما تنتهي الزراعه، زارعين بهاي المنطقه بس جت للثروه الحيوانيه، هاي مثل ما كان يسميها وقال ابو فهد باللقاء الاول سله بغداد الغذائيه، هي هاي سلة بغداد الغذاء، على شنو معتمدة على الوتر الرشيد؟ كانت معتمدة على هاي المناطق. شو تريدون بس فقط اعتماد على الاستيراد؟
الفلاح يموت جوع. تعدكم علم انه اكثر من 50% من المواطنين العراقيين هم فلاحين، وال 50% الباقي اصولهم فلاحيه. هي ارض السواد، بلاد الرافدين على الزراعه. شو ذاك اليوم ترى طلع النفط؟ جت قبل 80 70 75 سنه والله يمكن اقل. وهو راح تخلص. بدا تشوفون الحروب العالميه وش يصير باوكرانيا وروسيا والعالم كله على الغذاء. بوقت كورونا منو اليوم بوقت كورونا الامن الغذائي العراقي منو لزمه غير الفلاح من مسدد حدود كل الدول. فهاي اليوم جاء اليوم هذا تكريم الفلاح، مي شرب ماكو، حلاله مات، بعد شحتي شو اقول بعد والله ما اعرف. كل التحيه لك ابو علي مشكور، ورسالتك توصل ان شاء الله. رحم الله والديك. بس اريد شغله واحده، اريد المي. المي احنا بالشتاء هذا الصيف المضى راح خلاص، الموسم انتهى. فريد من الله ومن الوزير ومن جماعه الري ومن العراق الشعب العراقي كامل، اريد انا فزعه للمي. والله يعني هي امر وطني، يعني انا شغله مي هذا واقع، احنا بدون مي ما نقدر نعيش عمي. صحيح ما نقدر نعيش، نريد مي، نريد نزرع. والشكر لك، ربي يحفظك ابو علي. جزاك الف خير. الله يخليك، شكرا جزيلا. واشكرك واشكر قناتكم الطيبه. بيك انور الغريري، طبعا احد الشباب المتواجدين بهذه المنطقه، في منطقه اللطيف او ناحيه اللطيفيه، نعم، اللي المركز عليها برنامج ارض السواد، لان حقيقه مناشداتهم واتصالاتهم مستمره على برنامج ارض السواد. نعم. يقولون ابد ما حد زايركم؟ لا ماكو كقنوات، لا قنوات ولا غير شيء، كل زيارة ماكو. يعني قناة الأيام أول قناة تدخل هنا؟ أول قناة تدخل هنا قناة الأيام. أبد المسؤولين؟ المسؤولين إحنا ملينا الصراحة. إيه. ما المسؤولين ويجيك مسؤول ويسأل عن معاناتك، هذا الشيء ماكو. شيء ماكو. مو أنتوا نفس المنطقة؟ نعم نفس المنطقة. أكثر مسؤولين، مدير الناحية، مدير الري، الكل هالموجود كلهم من ولد عمكم وقرايبكم. نعم. نفس المنطقة. مدير الناحية حضرة جنابه صار له 14 سنة بالمنصب. نعم. لا تغير ولا حد وخره. خوش؟ اي. والسواه شنو مدير الناحية؟ طالع لهاي المنطقة، طالع ذيك المنطقة، كل شيء ما سوى. تبليط هذا شفت الشارع مالتنا. اي. من 2017 لحد الآن. نايم الكتاب يمه، ورانا العالم بلطت ونايم يمه الكتاب. ليش؟ غيرك واسطات تشتغل؟ طبعا اكو ناس يصعدهم قبلكم. مو عندنا مدرسه هنا باللطيفيه بيها 750 طالب، اللي هي مدرسه بيت شبلي. هاي الفتنه من يومها بيها كرفانات؟ لا، هسه حاليا اللي جاي تدرس الطلاب مالتنا. ايه. بيوم كان اكو مدرسه بها 750 طالب، نسبه النجاح مالتها 6 طلاب ينجحون من اصل 750. من 750. خوش. اجتنا نائبه قالوا عم احنا نجيب لكم مدرسه انتخبونا. هاي اليوم بدنا نحكي على معاناه الفلاح بكل حياته. يقول لك ليش نقل الفلاح من الريف للمدينه؟ اسمعوا تفضل. اجت النائبه انتخبناها، جابت لنا الكرفانات، عم جزاك الله بالف خير. كرفانات؟ نعم، نزلت كرفانات اليوم صار تقريبا 4 سنين. يابا راجعنا الدوائر الدوله كلها، عندك واسطه
ترهم مدرستك، ما عندك واسطه ما تصير. احنا لمن نروح؟ هي اليمنى في الساد، لمن نروح؟ هي شغله غير خدميه، الناس، العوائل، اطفال، هاي طلاب، كرفانات. كرفانات برد حار والمطر بيها 750 طالب. يلا فهمني وين اكو مدرسه بيها 750 نفر وكل راس سنه ينجحون من عتس الطلاب؟ ليش عمي؟ ويجيك ويقول لك العرب ما بيها تعليم، العرب ما يصعدون، انا بمن اصعد؟ ابن الوزير بغير دوله، ابن النائب بغير دوله، ومدرسين خصوص وما ادري شلون. شنو ذنبنا احنا عمي؟ وين نروح؟ عند من نشتكي؟ يلا سولف لي. يعني اليوم هنا الفلاح لا مي، لا دعم حكومي، لا مدارس، لا تبليد، لا كهرباء، لا تبليد، كل شيء ماكو. ايش قد هاجروا منكم من الريف للمدينه؟ ما هواي. نفكر بالهجره؟ والله اذا بغتك الوضعيه شيء اكيد. وين راحوا اكثر العالم؟ للمدينه. المركز؟ مركز المدينه. وصلوا لبغداد؟ نعم نعم نعم. واشتغلوا عماله؟ واشتغلوا عماله. وتعرف انت احنا حال الضيم حالنا هنا، فلا تقول لي عندكم مسؤول، لا تقول لي عندكم نائب، لا تقول لي عندكم مدير ناحيه، ماكو. هاي قاع زراعيه؟ نعم قاع زراعيه. هاي قاعكم؟ اي قاع. كلها كم دونم؟ هاي 30 دونم. 30 دونم. هاي ما مزروعه، صار لها شقد؟ ننقطع المي، صار سنتين. ابد ما مزروعه؟ ماكو. كانت قبل خير من الله. نعم. شو زرعوا هنا كان اكثر شيء؟ والله يعني هل موجود كان نزرع طماطه، خيار، يعني توصلون للعلوه؟ يعني نعم. كان العائله كلها حياتكم ايه. واكتفاءكم على الزراعه. نعم بالضبط. هسه لا، هسه ماكو. شلون عايشين؟ على الله عايشين، العايش عماله، واللي عنده شغل يطلع عليه، واللي ما عنده شغل قاعد. اها، والنوب تقريبين من الروائي؟ نعم. هاي ايش قد هاي بعد؟ احنا سبق وتحدثنا على المي، المي يعني معاناه ما يعني ايش قد هاي بعد؟ تصور منا الباكر المعاناه ما تخلص مال المي. هاي 50 متر؟ 50 متر. بس هسه المشكله احنا هسه يعني ابسط شيء احنا نطالب الدوله، نريد مدرسه، عمل مدرسه بس يكملونها لنا. اخير شيء يقولون انتم ابنوها على حسابكم. هو انا بيت لي ما باني ابني لي مدرسه يرحم والديك؟ فتقول انت النواب الصعدوا، يا ناب صعد بن لطيف يا فادنا، يا ناب ماكو. والله النائب منصب تشريعي ينقل همومكم، ياخذ غير يفيد ربعه. بس وينكم المناصب التنفيذيه؟ يجيب مدرسه، للأسف يجيب كهرباء، يجيب مي. لو بس شو تريد من الحكومه الجديده؟ الحكومه الجديده والله العظيم شو نريد من عندها؟ هذه الخدمات هشوف بعينك، نريد مي، نريد كهرباء، نريد مدرسه. عندنا احنا هسه اهم فقره فقرات المدرسة تبهذلنا. حلو. اليوم لما الفلاح يريد مدرسة يعني شيء عظيم، يعني اليوم ما شاء الله المستوى هذا الفكري اللي نفتخر به. اليوم احنا كل جذورنا فلاحية، كل جذورنا، اغلب جذور العراقيين هي جذور فلاحية. لما يطالب مدرسة الولده يعني انت بداي قاطع علي المي، دعم حكومة للزراعة ماكو، هاي ابسط شيء. التعليم، التعليم حق، حق مجاني مذكورة بكل قوانين العراق، حق مجاني التعليم لكل الأطفال. شوف مدرسة ماكو، مدرسة كرفانات، ومو من جهة حكومية، لا من أحد المسؤولين، نائبة أو شيء، وترجع لكم والله أنتوا بنوها. ومين يبني؟ دا يبيع بقيعانة ودا يبيع بغراضة. إي بنوها أنتم كلها، بايعها، وحال الضيم حالهم. أنا شو عنده ابن مدرسة؟ قال لو عنده ابن مدرسة ما ابغى هنا. ويجيك واحد يقول لك لا تحكي على مدير الناحية، عيب، لا تحكي على فلان صعد بالدولة صار برلمان، عيب، ما ترهم. ليش يابا واجبه هذا؟ ليش يابا ما احكي عليه؟ شنو القدمة لي؟ مدير الناحية شنو هو؟ صار له 14 سنة، يندني ويناني، يعرفني وين؟ لا. ما يتحرك على مي، على مدرسة. يا اخي مو هذا الواقع. أنا ما جاي أطلع لك من جيبه، هذا الواقع. ويجيك واحد يقول لك لا تحكي، عيب، لا تحكي على فلان، عيب، لا تحكي. ملينا، طلعت أرواحنا. فليش هسه ربعنا هاجروا وطلعوا من هاي الديرة ومشوا وراح قعد بالإيجار؟ ليش؟ شنو اللي وفرته لنا؟ زين وين جمعيات الفلاحية؟ مو تنتخبون أساس جمعيات تمثلكم؟ يا أخوي هسه احنا إذا نرجع على الجمعية مال الفلاحية سالفة طويلة وعريضة. ها والله العظيم.
احنا موجودين هم؟ يا اخي موجودين، بس هي المشكلة وين؟ ضغوطات. الخاطر فلان اسكت والخاطر علان. الخاطر فلان والخاطر علان وعيب من فلان، وانا عيب من فلان وصار لي 14 سنة نايم. تبليط مقدمة يمه كتاب من 2017 لحد هاي السنة علينا 2022 سنوات نايم يمه الكتاب. ليش نايم يمه؟ وقدموا وراي 2019 2018 وبلطوا وراي، ليش؟ انا ما عندي واسطة. الواسطات؟ نعم، ما عندي واسطة. حتى مشكلة المي اكو مناطق يداروها بالمي وكلها بالضبط. والكهرباء انا سمعت تعطوني فلوس الكهرباء الوطنية. الكهرباء يا حس احنا بالنسبة لنا جاي نشتري كهرباء مشترى مثل مولدة. نعم مثل مولدة وطنية. شلون يسحب مي؟ شلون يدار؟ اي نشتري ما تنطي فلوس للكهرباء ما تجينا. هسا هم بكل العراق مو منطينها ساعتين بساعتين لو انا غلطان. صحيح بكل العراق عم راضين احنا ساعتين بساعتين. زين واذا ماكو هاي الساعتين ما تجيك ما نشوفها. بارحة النهار كلها طافية. وين الساعتين راحت؟ طبعا هاي راحت الساعتين بساعتين. راحت الساعتين لبا على راحت جوا الفراش واقع الساعتين. بوق هنا الله وكيلك بوق حرمنا نهب سلب. عم ما يصير هيك. هم احكي لك على المسؤولين اني ما احكي لك المواطن تدمر هنا. والله حتى اليوم انا شو اجاوبك ما اعرف. يقول لك يعني اليوم خليت المواطن يريدها ساعتين بساعتين. خليت المواطن بعد ما كان يدخل 22 متر مكعب مياه بالثانيه وخليتوها 5 يتمنى 10. فيقول لك هذا المثل العراقي اللي نعرفه، يراووك الموت حتى ترضى بالسخونه. نعم. خليت المواطن يريد ساعتين بساعتين. نعم. ودول افقر واضعف واسوء من عندنا اقتصاديا، كهرباهم 24 ساعه. والمي ما شاء الله خير من الله، يعني ما اعرف الموضوع المي بي مؤامره بي سر. اخذ مثل سر سوء اداره المي. الناحيه اي بها منطقه اسمها القادسيه. هذا خط ذهبي ما يطفى. ليش؟ ما يطفى. منو بيها قاعد؟ هي من استاذ حامد وما قالت هو هنا مدراء والهاي مدير الكهرباء منو؟ على اساس ما يدري استاذ حامد؟ ها ما تطفى، القادسية ما تطفى، خط ذهبي. واحنا ساعتين بساعتين، وهاي وينها بصفنا هي، واحنا ساعتين بساعتين ماكو. وذولاك الجماعة ما يطفون. مرتبين وضعهم. ماكو عدالة. لا يا وين العدالة هي؟ هي لو كعدالة أنا ما أطلع أصور وياك لغام، أنت تصور وياي لغام، مو صحيح؟ أي. عدالة انتهت ماكو، هسا عوف العدالة ما أريد، رحم الله والديهم. بس خلي يسوون لنا المدرسة. والمي وها هي ورحم الله والديهم كل شيء ما اريد ان شاء الله. رسالتك وصلت. الله يحفظك وربي يحفظك. ممنون منك الاخ انور الغريري. الله يسلمك على كل هذا الكلام اللي حقيقه حكيت لي بقلبك وحكيت لي بقلوب هاي المنطقه والناس التعبت واللي تعبت. أيوة شكرا الله. جزيلا ممنون الغالي. الله يحفظك. ممنون الله يحفظك. الله يسلمك استاذ. الله احبتي المشاهدين ارحب بالصديق صديق برنامج ارض السواد محمد رشيد اللي حقيقه دائما ينسق لنا حلقات جنوب بغداد عموما، يعني اذا كانت لطيفيه محموديه يوسفيه ناحيه الرشيد. محمد ناشط من اجل بس ناشط حقيقي يعني، لان هاي الاسم او هذه التسميه او الصفه للاسف اي شخص قام يقول أنا ناشط وعدة مآرب وعدة أهداف أخرى. مو الكل، أكو الزين وأكو الشين. أشهد يعني أمام المشاهدين وأمام الله بمحمد رشيد. محمد رشيد ما أخذ أوراق منطقته ويروح يراجع لهم معاملات. هم زين انتخابات ماكو هسه قريب على مدى أنه تقولون هاي دعاية للا. شلونك محمد؟ حبيبي أستاذ أفضل أخبارك؟ طبعا منورين اليوم. ولو هو ما جايبني فد يوم الحلقه بجنوب بغداد الا بيها ماساه وقهر وكل السلبيات، يعني ليش واصلين هيك مرحله محمد؟ انت ذا شوف انت يمكن صارت ثلاث مرات اجيت لهي المنطقه اي
ما يعني اقوى زراعه عندنا، اقوى زراعه هو هاي اللي قدامك اللي هو جت، يعني يعيش على المي المالح. وهذا على المي المالح، يعني هاي اقوى زراعه عندنا موجوده. حتى النخل، هذا النخل اللي هو معتاد على الطبيعه، يعني هو موسم وينتهي، بلش ينتهي مو بلش ينجرف، بلشت البساتين تنتهي وتذبل والنخل يحترق ويقع سبحان الله من قله المي الموجود. حقيقه مدراء دوائرنا الموجودين هنا عندنا مو اهلها، يعني مدراء الدوائر الموجودين عندنا تقدر تقول بالزايد عليهم بالزايد شمبر مال جقاير بالشارع على الشارع العام، ولو يقدر يديره لو ما يقدر يديره، جزء تجي مرات ما يقدر يديره لان مو اهلها، يعني مو نقول احنا مو اختصاص بس مو اهلها، ما يعرف يدير اموره، ما يفكر للمستقبل. انت بدول الخارج تشوف الدول الخارج شو تفكر؟ ما تفكر واقع حال، تفكر للمدى البعيد. شلون تفكر للمدى البعيد؟ يعني هسه عندك ازمه المي اللي تعاني منها الفلاحين اللي صارهم كذا يوم يحكون بهاي الازمه. دول الخارج يفكر بعد فتره من يخلص المي شلون يقدر يوفر للفلاح ظروف حتى يقدر يعيش ويزرع. بدايتك ناطين خطه مال مثلا 10 سنوات. 10 سنوات زين او 5 سنوات، احنا هنا لا، يطي مال اليوم طق البوري، لحم البوري بسمنت، فتح ثاني يوم، جه ثالث يوم، وعلى الوضعيه هاي، يعني مو اهل مثل ما يقول، مو اختصاص، مو مو عندك نظريه يروح. يعني انا استغربت منها محمد. يعني التقينا ويا الفلاحين مثلا على الواقع الزراعي يحجون او ينتقدون عمل وزاره الزراعه او عمل وزاره الموارد المائيه. قبل ما نبدا التصوير ذكرت لي وزاره الاعمار والاسكان، وزاره الاعمار شو عليها بالزراعه؟ شوف هذا الموضوع كلش مهم، ويعني شو مثل ما يقول، اذا السيد مدير قناتكم السيد زين تفضل علينا وينشره بالفيسبوك، حاليا الفيسبوك مشاهدات اقوى حتى العراق كله يشوف هذا الموضوع. وزارة الإعمار والإسكان اللي تابعة لمسعود برزاني، الوزيرة هي تابعة لمسعود برزاني، هي المسبب الأول لدمار المناطق الزراعية في العراق. قل شلون؟ اليوم كنا نعرف سليمانية وأربيل نمبر وان بالزراعة، ما معتمدين على دجلة والفرات، إحنا معتمدين على دجلة والفرات زين؟ إيش قاموا يسوون؟ وصلت مرحلة، هسه إحنا هنا كلامنا حيربط، وصلوا مرحلة قاموا ينطون يعني هسه مثل وزيرة البلديات يسمونها الوزيره الخرساء، ما اعرف شنو انتاجاتها حتى يسمونها الوزيره الخرجاء. هاي الوزيره قام تسوي اكو اراضي زراعيه موجوده على مستوى خلينا نقول كناحيه، ناحيتنا هنا، وطبعا هاي اثبات وكتب رسميه تحمل مسؤوليتها. اني عندنا مناطق زراعيه قام تسحبها البلديه، تدخلها حدود بلديه، هي اصلا اراضي زراعيه، يعني هي اراضي زراعيه، هي اراضي حتى تنزرع حتى يستثمرها الفلاح. قامت تدخلها حدود بلديه، ينطوها بارات مال شرب. وصلت هاي يبيعون هيك امور بهاي المناطق الزراعيه. استاذ احنا مو ضد موضوع الشرب او ضد هاي، بالله امور خاصه، امور خاصه احنا نختلف، انا بكون ممكن بعيدين احنا بس عليها. احنا تعرف شنو احنا شوف دي يسوون بس اختيار الاماكن شلون دي يختارون اماكن زراعيه استراتيجيه قويه جدا، قويه جدا، اراضي زراعيه قويه جدا، الصادرها الدوائر اللي تابعه لوزاره البلديات والاعمار والاسكان اللي بقياده الست الوزيره اللي تابعه لمسعود برزاني، تاخذ هاي الاراضي. بس احنا ما نريد نسمي، لا خلينا نسميها تابعه الحزب الديمقراطي هي كردستان. هي واضحه، وحتى يعرف السيد الوزير حتى خاف يشوف اللقاء. هاي الارض في منطقه اللطيفيه طبعا اللي اخذتوها وانطيتوها سويتوها بار مال مشروب وموجوده بمنطقه ناحيه اللطيفيه، تمام؟ هاي وحده من الاراضي اللي انخاذت من غير الاراضي الزراعيه اللي ممتده على طريق المحموديه. يعني فاني انظر المنظار غير منظار الفلاح. زين دي يجرفون الاراضي الزراعيه، دي يتمشكلون بالاراضي الزراعيه، دي يذبون الاوساخ والمهملات والمواضيع الاخرى بالاراضي الزراعيه حتى تنعدم. عندنا بستان كان كلش كبير بالقرب من المستودع، هذا بي قطعه زراعيه والباقي مو قطع زراعيه، بحجه استثمار يسوونه متنزه جنوب بغداد، حطوا بس اساسات، عدموا البستان راح عدموا البستان بحجه اساس متنزه، واليومك هذا ماكو شيء اسمه متنزه ولا تفعل هذا النظام. طبعا هذا كله شغل من؟ شغل العفو، شغل وزيره الاعمار والاسكان، وزيره البلد. طبعا موضوع الطرق ده شوف الفلاح هسه حكى الاخ يقول مدارس احنا ونطب ونطلع، هاي طرقهم، شوف طرقهم، طريق مسؤول علي وزاره الطرق والجسور يربط من البدايه الشيشبار الى الدولي، زين طريق خدم للدولي، كان عرضه 8 مترات، من الثمانيه وصل للخمسه، 3 مترات راحة من الثمانية وصل للخمسة، كل سنة ينباع كل سنة ينباع لحد ما وصل هذا الحجم. طبعا هاي شلون؟ هاي خلال سنتين تبلط 3 مرات، احنا ما عندنا مشكلة انه تبلط 3 مرات، اكيد اكو فد موضوع علامة استفهام على تبليطه 3 مرات خلال سنة، لان لو الشغل صحيح
ما يتبلط ثلاث مرات، بس خلال سنتين تبلط ثلاث مرات حتى يقصف الطريق. سنتيمين تبليط ما؟ حتى يقصف التبليط استاذ. زين عندك هاي الاراضي هسه مثل ما ذكر الاخ مدير الناحيه ودائره الطرق والجسور، مثل ما تشوف يعني كفلاح المفروض الفلاح توصل خدمات لبيته. زين احنا كنا شفنا الحكومات السابقه اهتمت بالفلاح، كل الحكومات السابقه بدون استثناء اهتمت بالفلاح. تعرف ليش اهتمت بالفلاح؟ الزراعه اقتصاد عالمي طبعا اقوى من النفط طبعا. زين اقتصاد دائم، النفط ممكن يخلص، ممكن اسعاره تقل، اسعاره تقل، ممكن اكو موارد متجدده اكثر من النفط. الغاز الطبيعي بدا ياخذ مكان ينتهي النفط. لا الحجر هذا اسد يطلع ينتهي النفط ينتهي، بس الزراعه ما تنتهي، الاكل ما ينتهي، الانسان عايش حتى ياكل. زين شلون يعيش الانسان اذا ما ياكل؟ فاحنا عن طريق برنامجكم نحب نوصل رسالتنا الى بعض الوزارات اللي تتدخل بالوزارة الزراعة ووزارة الري اللي هي مثل العمار والإسكان، وتجرف بعض الأراضي وتأخذ بعض الأراضي تدخلها حدود بلدية وتوزعها وتسويها بارات مال مشروب، ملاهي، مواضيع أخرى. والله مثلاً يوم أخذي زين يعني تأخذون أرض زراعية يسوون مستشفى، يسوون مدرسة، يسوون جامعة أحسن ما اليوم ابن اللطيفية وابن المحمودية يقطع المئات كيلومترات او عشرات نقدر نقول، اما بمركز بغداد يروح او البابل او كربله. لو سووا لكم هنا جامعه تلم هال قد قد على السكان قضاء المحموديه؟ يمكن 65 الف نسمه تقريبا المحموديه لو ناحيه اللطيفيه 65 ايه. الكل يعني ربع مليون تقريبا. فهو يعني نعطيهم خمس مقاعد برلمانيه. استاذ الموضوع هنا اكو استهداف للزراعه، استهداف واضح للزراعه، مو بس احنا مو نحكي بس نقول بس جنوب بغداد، لا الكل. انت جادريه مار بالجادريه اكيد شايف على سريع الدوره ايش كبره وايش قد كان البستان المبساتين الموجوده المحروقات كلها تجرفت وتراحت توزعت قطع اراضي عن طريق وزاره الاعمار والاسكان للمستثمرين. هاي اكو شخصيات متنفذه، انت لا تتصور وزيره يجيبوها ويحطوها ويسكتون عليها وتتدخل بوزاره غيرها اذا ما اكو جهه تدعمها تخليها تتخوف، حتى الوزير الاخر يتخوف من عندها. نعم. فاحنا ناشد عن طريق برنامجكم ان يكون هناك حل لانصاف الفلاح وتوفير يعني عم بطلنا هسه ليه يوفرون ما يخلي يوفرون لهم فد مدرسه فد مستشفى فد طريق مال اوادم. زين لا ان شاء الله يا رب يا رب يعني الوضع مأساوي كل المعطيات اللي قاعد نشوفها سلبيه، بس نطلب من الله انه حكومه حقيقيه، حكومه قويه ووزراء مهنيين تخنق راط من اجل العراق يا رب. هاي هذا نطلبه بعد، لان بس الظروف اللي نشوف المعطيات للاسف مأساويه. كل التحيه والشكر لك محمد رشيد، وشكرا جزيلا على تعبك ويا برنامج ارض السواد، ودائما يعني توصل صوت ابناء منطقتكم كاللطيفيه وغيرها كقضاء المحموديه. شكرا جزيلا لك. احنا الممنون منك. الله يخليك. الله يحفظك. طبعا احبه المشاهدين، الصوره واللقاءات ابلغ من اي ختام انه انا اتكلم به. المأساة أكبر من برنامج أرض السواد، المأساة أكبر من وزارة الزراعة، المأساة أكبر من وزارة الموارد المائية، المأساة أكبر من وصلت اليوم حتى وزارة الإعمار والإسكان، المأساة أكبر من حكومة اهتماماتها مو مثل اهتمامات المواطنين. حكومة للأسف ما أقدر اليوم أصف إنه هي أسوأ حكومة مرت على العراق بشهادة الجميع، عشان اقتصادياً أمنياً زراعيا بشنو؟ اريد اعرف انا بشنو؟ ما اعرف. ولي قهرك اكو ناس الى الان تريد تجدد بنفس الشخصيات هذه الحكومه، حكومه تصريف الاعمال للاسف اي فائده ما استفاد منها المواطن العراقي. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. ارض السواد اللي يوم بعد يوم قاعد نخسر اراضي بسبب سياسه داخليه فاشله بمختلف الوزارات المختصة. نلتقيكم بواقع أجمل. إلى اللقاء.